بقالي 5 سنين مش واخدة حقي ومعيش كارني النقابة. الوسط الفني ماشي بالوسطة والعلاقات، عملت عمرة دعيت فيها ربنا ان الناس تبصلي بنفوس رحمة. نفس المنتجين يتعاملوا معايا وما يخافوش من كلام الناس. منى فاروق بتهاجم الوسط الفني وبتكشف أسرار ابتعادها عن الشاشة واعتزالها السوشيال ميديا. موقع بصراحة الإخباري ينفرد بنشر تصريحات خاصة للفنانة منى فاروق بتكشف فيها سر غيابها عن الشاشات في السنين الأخيرة وحقيقة اعتزالها الفن. منى فاروق زيها زي أي ممثلة مصرية شابة، بدأت في الأعمال الدرامية واحدة واحدة لحد ما ظهرت في مسلسل رحيم اللي خطف الأنظار، تألقت فيه بشكل ملفت والكل قال إنه في ظرف 2-3 سنين هتكون نمبر 1 ونجمة الشاشة الأولى، لكن حصل عكس كده، الفنانة اختفت عن الأنظار. طيب هي ليه اختفت واعتزلت؟ هو ده أول سؤال وجهناه لفنانتنا واللي ردت وقالت أنا اعتزلت السوشيال ميديا وهعتزل ما يؤذيني عموما، اعتزال حر وهختفي شوية مش هفتح السوشيال ميديا وسافرت دهب وهفضل قاعدة هناك. أنا مش عايزة أطلع ترند وعاملة البوست ده علشان أرجع أشتغل، ومش عايزة حاجة من الدنيا غير إني أرجع أشتغل. أنا كنت طالعة زي الصاروخ لكن قدر الله وما شاء فعل، رب ضارة نافعة، وكل يوم هو في شأني، يمكن كل تأخيرة وفيها خيرة. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا غير إني فعلا أشتغل. عدم التقدير ليا تعبني نفسيا، والمحيط في الوسط الفني في ظلم واضطهاد في عدم رضا عندي في الأدوار اللي بتتعرض عليا علشان صغيرة، عايزة أرجع زي ما كنت في مسلسل رحيم. وهجمت الوسط الفني ووصفته إن ما فيهوش عدالة، وقالت أنا بقالي 5 سنين مش واخدة حقي فنيا، ولحد النهاردة معيش كارنيه نقابة ومش راضيين يعملوا ليا الكارنيه، مع إن قضيت أول سنة في معهد عالي فنون مسرحية وقسم تمثيل. النقابة مش مشكلتي، أنا بدفع ضرايبي وكل حاجة، بس يكون معايا كارنيه بيديني فرصة أشتغل. خليني أقول برضو في ناس عندها كارنيهات ومش شغالة، وأنا عاملة الأعمال اللي تخليني أدخل نقابة لأن القانون أكتر من 5 أعمال أخد الكارنيه، فعايزة يرجع تقديري واحترامي في الوسط الفني، وإن مفيش اختلاف على موهبتي وإني موهوبة. الموضوع في الفترة الأخيرة بيعتمد على الشلالية وقريب من مين. منى فاروق ما اشتغلتش علشان محدش يفتكر اني مصاحبة، وانا ما عنديش مصدر رزق غير ده. كمان كشفت تأثير ازمتها في الوسط على صحتها وقالت رحت اتعالج عند دكتورة نفسية قالت لي علاجك الشغل وتحاطي بناس ايجابية وناس تحبك من قلبها وبلاش نفوس مريضة، وبعدها رحت اعمل عمرة ودعيت ربنا يشغلني، نفس الناس تبصلي بنفوس رحمة، عاملوني زي كل الناس وبلاش المنتجين يخافوا ويقولوا اصلا لو شغلت منى هيقولوا انا مصاحبها. في النهاية ايه تعليقك على ازمة الفنانة الشابة منى فاروق وازاي شايف قرار اعتزالها؟